السلام عليكم حبيبتي، اليوم راح ندير لكم طبق شتوي اللي هو الفول مع الجلبينة، والذي يعتبر غني جدا حيث أن الفول له فائدة عظيمة، يحتوي على البروتينات والفيتامينات كما لاحتوائه على الألياف، يساعد في توازن ضغط الدم في الجسم، له كما له فوائد أخرى. اليوم راح ندير لكم في هذا الموسم بما انه متوفر. اولا عندي فول غسلته جيدا، قطعته مكعبات، عندي ايضا حبه طماط مسكرفجه طازجه، عندي جلبانه هنا ما توفرت ليش الطازجه على هذه درت الكونجلي، ايضا عندي ثوم، عندي طماط معلبه، وعندي فلفل اسود، وعندي بابريكا، وايضا عندي ملح، وعندي هنا الدبشه او معدنوس اللي جمدتهم، كنت ديجا خليتهم في المجمد، بقاو كما هما لمده حوالي حتى شهر. فكنا نعطيكم الرابط في اسفل الصفحه كيفيه الاحتفاظ بالحشاوش. نفوتوا الى طريقه التحضير. هنا حطيت ثلث ملعقة زيت، حطيت ملعقه زبده هنا وحطيتهم يتغليو. هنا واش نديرو؟ نضيفو الفول تاعنا ونضيفو له الجلبان ونخليهم يتغليو مع بعض. نضيفو لهم شويه ملح، هنا بعد ما تقلت لنا نضيفو طماطيش مصبرة، نضيفو ليزيبيس طماطيش معلبة، نخلطو الجميع. هنا واش عندنا؟ عندنا ديبوات اللي خبينا فيها المعدنوس، بقى هو كما خبيناه، عنده حوالي شهر. انا راح نضيفه جميعه. ايضا هنا واش راح نضيف؟ ايضا راح نضيف هريسه تاع طماطيش، عفوا فلفل مخدوم او خدمته في البيت، بفلفل احمر حلو درته في الميكسور، درته ثم بعد نشوفه ان شاء الله نعطيكم طريقه في صناعتها في رابط واحد اخر. نضيف منه هنايا حوالي نصف ملعقه او ملعقه، يعطيها نكهه رائعه. نخليو الكل يتقلى ومن بعد نضيفو له الماء ان شاء الله. هنا اني مرقت المرق تاعي، ديري على مستوى الفول ونحبس داك الفول، ديري المياه هكذا لانه يطلق الماء تاعو هو والجلبانه، ونخليوه يغلي ونشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم. ها الفول تاعي طاب، جاء ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوه لانه هذا هو الموسم تاعو، بالاضافه للفائده تاعو. نتمنى تناولوه بالصحه ولهنا وشهيه طيبه.